احنا بنرحب باحمد بيه في حوار خاص لبابة اخبار اليوم معانا، وده تاني مرة ان شاء الله. يعني يا ريت نكون سعداء مع بعض. لا انا اسعد. يا ربي يخليك. احنا هنبدأ حضرتك اول حاجة، بس لو احمد بيه يحب يقدم سي في هيكتب ايه فيه؟ عن نفسي ما بلاش اتكلم عن نفسي. الناس لا، احمد ابو هشيمة، مواطن مصري. مفروض ان انا بسمي نفسي راجل صناعة مش راجل اعمال، لان انا بعشق الصناعة ما ابتديتش راجل صناعة، ولكن انا انسان عصامي. ابتديت من سنة 95 او اخرها او 96 في بدايتها، واشتغلت في مجال تجارة حديد تسليح، ويمكن كان مجال صعب جدا لان صناعة استراتيجية وسلعة تقيلة وثمنها غالي، ولكن كنت يمكن اول سنة، قصة شهيرة اللي دايما بقولها، قعدت اخسر سنة وانا ما عنديش اللي اخسره، بس انتشرت بطريقة كبيرة جدا وكنت بشتغل كتير جدا. وبعد كده هو التوفيق دايما من عند ربنا، مهما الواحد اجتهد وربنا بيدينه على قد جهده، ولكن هو في الاخر فضل يرجع لربنا في كل حاجة. وسنة 2002 بدأت مجال الصناعة بغرض ان انا برضو يعني اتاجر، ان انا اخد اشتري حصص في مصنع. اشتريت حصة 10% في مصنع عشان اخد انتاج المصنع كله. وبعد كده في 2005 و2007 اشتريت حصص تانية، وكانت يعني كل البداية كتاجر، كانت الاول مش صناعة كتاجر. ولكن انا بقى يعني في 2009 انشأت شركة حديد المصريين، وكانت هي فيها جزء اللي هي اساسها الصناعة، ولكن فيها تحت المجموعة في شركة تجارية بعتز بيها، ولكن انا دلوقتي بعيد تماما عن التجارة ومركز في الصناعة، ولكن احدى الشركات هي اللي مسؤولة عن التجارة، انا مش مسؤول عنها يعني دلوقتي. بعد ثورة 25 يناير قررنا نكمل، وقررنا نفتح نكمل كل المجموعة. بننشئ 4 مصانع، خلصنا 2 منهم. مصنع اسكندرية يمكن اتفتح خلاص من حوالي اسبوع، ويمكن تشوف الفيديو بتاعه، حاجة مشرفة مش لينا احنا، يعني حاجة قد ايه بتقول ان المصري لما بيعوز ويبقى عنده ارادة بيقدر ينفذ. المصنع ده كان عبارة عن سكراب ويعني خردة وانا اسف يعني كان فيه قطط وكلاب ومش عارف ايه، واشتريناه من محكمة افلاس اسكندرية. النهاردة بقى صرح صناعي عظيم. هو اصغر مصانعنا، ولكن هيفضل في قلبي، هو اعز المصانع، لان ده بيدل على حالة ان لما يبقى في حاجة متدمرة زي مصر دلوقتي، فيها اقتصاديا فيها مشاكل كبيرة جدا. ولكن اذا اراد المصري وكان في ارادة شعبية قبل السياسية ان احنا نبقى حاجة ونغير على بلدنا، اكيد هنبقى حاجة. فالمصنع ده صورة مصغرة منه بس كده. طيب حضرتك لو هنعرف حجم استثمار حضرتك في السوق المصري دلوقتي وعدد العمال يعني حديد المصريين، بلاش انا، لان حديد المصريين فيها شركة قطري الشيخ محمد بن سحيم، وفيها شريك 2 شركة كويتة، الاستاذ عبد الله شاهين والاستاذ عصام قابل، وفيها يعني مجلس الاداره من جميع، تخيل في واحد هندي في مجلس الاداره. فهي شركه حديد المصريين يمكن حجم استثماراتها هيبقى 6 مليار جنيه. ولكن انا امتلك ايه؟ انا مش مهم انا امتلك حاجه، المهم ان احنا السوق دلوقتي موجود كام؟ في السوق دلوقتي لا، الضخ كل رؤوس الاموال احنا بنخلص المشاريع ضخت كلها. طب العماله اللي في مصنعكم برضه قد ايه؟ يعني العماله في احنا دلوقتي تقريبا 3500 عامل. هنبقى نخلص اول ما نخلص المجموعه هنبقى حوالي تقريبا 5500 عامل. طب الانتهاء من المشاريع بتاعه المجموعه ان شاء الله في 2015. 2015 احنا فتحنا مصنع اسكندريه، مشروع بني سويف اللي هو اول مصنع حديد في الصعيد، وده اللي ان شاء الله باذن الله هتقوم عليه نهضه الصعيد. ده ان شاء الله باذن الله احنا ماشيين على قدم وساق، وباذن الله هيبقى في 2015 وراء مصنع العين السخنه بعديه ب3 شهور برضه في 2015 ان شاء الله. طب حضرتك الفتره الماضيه كان في رجال اعمال بيرتبطوا بالسلطه عشان العمل السياسي ويخدموا على مصالحهم بمعنى صح، يعني او بليهم دور في السياسه وربط السياسه بالسلطه بمعنى صح. هل ترى حضرتك ان الامر مناسب في الوقت ده برضه رجال الاعمال يرجعوا تاني لقصه الارتباط السياسه والاقتصاد بالسلطه بالاستثمار؟ لا، انا مش هغير رايي اللي قلته بعد 25 يناير. الثوره جزء منها قام على ارتباط السلطة برأس المال وزواج السلطة بالمال في الدول العالم النامي او دول العالم الثالث، هو اثبت فشله، لان في ارتباط في مصلحة مباشرة ما بين رجل الاعمال وما بين القرار السياسي اللي ممكن ياخده، والمواطن البسيط هو اللي بيتظلم. وده ثورة 25 يناير كان جزء كبير منها
بسبب هذا النموذج. النموذج ده دلوقتي مرفوض، ممكن بعد كده بعد استقرار سياسي واقتصادي وبعد نمو في البلد وبعد ارتقاء بمستوى معيشة كل إنسان مصري فقير اللي هو ده لازم اهتمامنا دلوقتي عليه، ممكن يعني أنا بقول مش قبل 8 سنين، مش قبل فترتين رئاسة، ممكن يكون الناس بدأت إن شاء الله مع تقدم ونمو تستوعب إن رجل أعمال ممكن يدخل في السياسة. ولكن حقيقة الأمر لازم نبين انتوا دوركم كاعلاميين، حضرتك لازم تبينوا دور رجل الاعمال. النهارده رجل الاعمال بقى فيها حاجه، كلمه فيها حاجه غلط، الكلام ده لازم الصوره دي لازم تتشال. القطاع فعلا رجل الاعمال فعلا، القطاع الخاص ب 18 مليون موظف مصري، الدوله مش هتقدر تشغل حد، الدوله معهاش فلوس تشغل حد. 6 مليون اللي في القطاع العام لازم مع مرور الوقت ومع النهضه الاقتصادية اللي ممكن مصر تنتظرها والنمو الاقتصادي لازم يتنقل للقطاع الخاص. فهو الامل في هذا في الاقتصاد المصري هو في القطاع الخاص. انت مش ممكن كله تقول لك رجل اعمال، لا 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 ده رجل اعمال، لا لا المسؤول ما يقابلش عشان رأس الرجل اعمال. يا اخي اقتصاد مصر هيقوم على الناس دي وعلى القطاع الخاص وعلى الشركات الكبرى والصغرى، وحتى رجل الاعمال ده ممكن يبقى راجل عنده سوبر ماركت صغير بس هو هو صاحب قطاع خاص. فلازم نفهم الناس دور وحقيقة القطاع الخاص، بدل ما احنا دلوقتي بقى فيه مشكلة لدى الناس والمواطن المصري البسيط مع رجل الأعمال. صحيح. يقول لك ده فاسد، ده حرامي، ده كلام بقى. طب حضرتك لو عرض عليك منصب دلوقتي انت 2015 مشاريعك هتنتهي خلاص، لو تعرض عليك منصب هتوافق عليه؟ لا يمكن، ولا مستقبليا؟ قلت لحضرتك هو اولا هو دايما يفضل، يعني انا كشخصيا انا مش شاطر، انا ولا دخلت قبل كده في السياسة في اي حزب، ولا عمري كان لي ارتباط باي حزب، ولا عمري كان لي ارتباط سياسي من قبل 25 يناير، وبعد 25 ولو ربنا ادانا العمر يعني مش هيبقى لي. ولكن اتمنى ان انا لو في اي حاجة بعد كده، بعد بقول لك بعد ما الشعب يبدأ يستوعب هذا، ولو ما استوعبوش لا يمكن اي حد، مش انا بس، المفروض الناس اللي عندها عقل ما تفكرش فيه. بس انا يعني ارجع لك للمنصب، يعني متهيالي لو في منصب يبقى بالانتخاب يبقى احسن. يعني منصب سياسي كبرلماني مثلا؟ لا مش عايز ادخل البرلمان ولا لما انا بقول لحضرتك انت بتقول لي لو اتعرض عليك منصب، انا بقول لك انا مش هقبل اي منصب، لان انا دور الاقتصادي اهم بكتير جدا جدا انا شايفه في وجهة نظر المتواضع من ان انا اكون راجل سياسة. انا النهاردة اهم حاجة اكل العيش الايام الجاية، ده صحيح، اهم حاجة المواطن المصري. طب حضرتك في الوقت الحالي الحكومة يعني والدولة بيلقوا العبء الاكبر على القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد المصري، يعني ايه اللي بتطلبوه انتوا كرجال اعمال ومستثمرين من تشريعات وغير كده يعني من الحكومة عشان تطور القصة دي وتوفروا فرص عمل وتوفروا استثمارات؟ ايه دور الحكومة مطلوب منها؟ تعاون معكم في ايه؟ بتمنى من رئيس الجمهورية القادم اللي هو يعني يمكن الانتخابات تبقى في شهر ابريل ان شاء الله، ان اول قرارات يعملها هي قوانين حوافز، واحد الحوافز الاستثمارية، ثانيا قوانين كلها اللي بتعوق الاستثمار، ثالثا كيف نشجع المستثمر المصري قبل الخليجي والاجنبي ان هو يعود للسوق المصري بقوة. في مجموعه طبعا من القوانين لازم تصدر فورا، في مجموعه النهارده على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال ثوره 25 بعد ما وما بعدها انا بسميها هي ثوره اراضي، كل اللي اخد ارض وخد ارض ومش عارف ايه، طيب خلاص احنا عدينا المرحله دي، فلازم نفرق ما بين ما هي الارض الصناعيه، ما هي الارض التجاريه، ما هي الارض اللي بتجيب اللاكشري اللي هي يعني تبني عليها كومباوند عشان يجيب لك مئات الملايين، في فرق. تمام. النهارده لما يبقى عندي ارض صناعيه، الارض الصناعيه دي لو غليتها على الرجل الصانع مفيش حد في العالم بيعمل كده. لما تقول لي متر الارض ب 500 جنيه، طب ما انت متر الارض ب 500 جنيه ده لما يشتري مليون متر، لان في مصانع زي مصانع الحديد بتحتاج مليون متر. تمام. فانت ما بتشجعش الاستثمار، انت بتهد الاستثمار في حته الاراضي، لان انت الارض دي هتعمل لك ايه؟ هتعمل عليها مصنع، المصنع ده داخل جمهوريه مصر العربيه، المصنع ده هيفيدك في الناتج القومي، المصنع ده هيشغل عماله، المصنع ده هيجيب لك هيدفع ضرائب. تمام. المصنع ده هيساعدك انك تصدر وتقلل وتقلل العمله الصعبه، ان انت يبقى عندك عمله صعبه، نقص في العمله الصعبه في مصر. فالمصنع ده غير لما اجي اعمل كومباوند وبيع فيلا ب 8 مليون جنيه، الارض هنا غير الارض هنا، ده رقم واحد. رقم اتنين الدعم، انت بتدعمني انا ليه؟
انا كاحمد ابو هشيمه بتدعمني ليه؟ بتدعمني في رغيف العيش ليه؟ الله، هو انت بقالك 30 سنه بتقول الدعم غلط وعمرك ما خدت قانون عشان نقدر نصلح الدعم دي. انا لازم اشيل الدعم، فيها 200 مليار للمنتجات البترولية، رغيف العيش مش عارف 100 مليار، أرقام موازنة الدولة لا تتحملها، دولة مديونة حجم الدين الداخلي النهاردة تريليون و500 مليون. طب حجم في دخل برضو ضعيف، فوق 40% عندنا في مصر تحت خط الفقر. يا فندم ادعم الفقير، ما تدعمش أحمد أبو هشيم وضعم حضرتك وضعم. أنظم طبعا يعني. ما تدعمنيش أنا في رغيف العيش، أنا أروح الفنادق تديني مثلا رغيف عيش يبقى يقف عليهم بنص جنيه يبيعوا ب20 جنيه وتقول طب بتدعموا ليه؟ صحيح. حضرتك ادعم من يستحق الدعم. توجد دعم مستحق. وبعد كده النهارده المنتجات البتروليه حضرتك بتدي انت احمي الصناعه بس شيل الدعم من هو شال صراحه شال جزء كبير، ولكن تكلفه استخراج الغاز 4 دولار 2 دولار 3 دولار ما تدينيش انا دعم بس احميلي الصناعه بتاعتي، ما تدخليش منتج اجنبي طبعا، عايز تخليها 6 وعايز تخليها 8 خليها مثلا. فالنهارده في حاجات كتيره جدا. النهارده النظام الضريبي اتحسن كتير جدا، في قوانين اتحطت، في انت عندك حاجه اسمها البلاك ماركت، السوق السوداء في او الاقتصاد الاسود، البلاك ايكونومي انا اسف. الاقتصاد ده الناس اللي مش جوه المنظومه الضريبيه، ودي بيقدر بحوالي 200 مليار حصلته، يقدر حوالي. انا النهارده واحد مش داخل لي في المنظومه، متهرب من الضرائب، ما جيش اعلق له المشانق، لا ده انا غريه اقول له تعالى وهدي لك وهعمل لك بس ادخل شويه بشويه. ودول ناس كتير جدا. فانت النهارده لو شلت الدعم وظبطت نظام الضريبي وقدرت تزود الحصيله، انت بتتكلم كده في 400 500 مليار، فانت موازنتك تظبط. ثانيا انت النهارده عندك تاريخ جميل جدا وموقع وجغرافيا هي حلو قوي، هتفضل طول عمرك الشعب مش هيقول غير الكلمتين دول؟ لا طبعا. طب يبقى لازم صح ولا لا؟ هنعيش عليهم. نار نبنا بنعلم دلوقتي، نار نبنا 45 مليون شاب جميل زي الورد، هم مستقبل مصر. اذا لم تستغل هذه الحاجات انت النهارده ما عندكش رؤيه لقدام. بتمنى وجود دستور اقتصادي اعرف 50 سنه اقول بكره في ايه بعده في ايه، يجي الرئيس اللي بعده يجي الحكومه دي، يبقى في دستور الشعب عارف رايح فين. تمام. لازم احنا كلنا بنتكلم، عندنا قناه السويس، مشروع محور قناه السويس من سنه 1869 عندما انشات القناه، حتى الان هي تذكره عبور وكلام عارفين وكلام زي الفل. وبدانا نعرف ان قناه زي بنما بتجيب 100 مليار دولار واحنا بنجيب 5 مليار. بنما سنغافوره اي مع اللوجيستكس وال خدمات اللوجستيه اهم حاجه، وانا ما عنديش حاجه زي واحنا ما عندناش. طب لغايه امتى نقول ما عندناش؟ القانون اللي يقول لك في شهر 9 الجاي. يا اخي ما تستعجل ليه؟ انت النهارده استنيت كل ده. طيب لما تيجي تعمل محمر قناه السويس ما تقعدش تقول في حاجه اسمها الامن القومي المصري، ده يحدده الجيش المصري والمخابرات. 4 كيلو مش في المساحه بس ما تقعدش بقى ما تقعدش تشترط اشتراطات تعوق اي مستثمر. صحيح. المشروع على ارض مصر، لازم نفهم كده. يعني انت هو الشيخ محمد بن راشد كان دايما يقول لك لما كان فتح الاستثمار في دبي وجم الناس خدت اراضي كتير، في هنود وفي مصريين وفي في ناس مش اماراتيين كتير. تمام. فلما او ابو الشيخ محمد بن راشد انا اسف، فلما سالوه قال لهم يا اخي هو ياخد العماره ويمشي؟ لا. زي ما انا بقول للناس هم ياخدوا المصنع يمشي، هياخد المبنى ويمشي، هياخد المنشاه موجود مش على العماله مصريه والضرايب اللي تدفع والدخل اللي جاي لمصر. ده اسمه في حاجه اسمها استثمار ومنظمه تجاره حره ويعني ايه مستثمر اجنبي السوبر مفتوح للعالم كله عشان اقول له لا اجر؟ في امن قومي مصري يحدد لي مساحه معينه وانتهى الموضوع.